السلام عليكم. بينما يشهد العالم اليوم حالة استنفار ودعر وخوف لمواجهة جائحة فيروس كورونا الذي أودى بحياة مئات الآلاف حول العالم، والذي خرج من الصين، أعلن عن فيروس جديد آخر يدعى فيروس هانتا، والذي خرج أيضا من الصين. فما هو هذا الفيروس الجديد؟ ولماذا خرج أيضاً من الصين؟ وهل نحن حقاً بصدد حرب عالمية جرثومية أو فيروسية؟ تصدر فيروس هانتا أبرز المواضيع المتداولة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة تويتر منها على مستوى العالم، بعد تقارير تداولتها وسائل إعلامية عن تسجيل حالة وفاة في الصين بسبب هذا الفيروس الجديد الذي يسمى فيروس هانتا. لقد نقلت صحيفة جلوبال تايم الصينية الحكومية خبر وفاة شخص من إقليم يونان بفيروس هانتا الجديد يوم الاثنين 23 مارس الجاري، وهو داخل حافلة نقل خلال طريقه للعمل، مما أدى كذلك إلى إجراء فحوصات لبقية ركاب الحافلة، وكان عددهم 32 شخصا. ونقلت الصحيفة الخبر في تغريدة على تويتر، ما جعلها المصدر الأول لهذا الخبر الذي انتشر في الكثير من وسائل الإعلام عبر العالم. ما هو فيروس هانتا الجديد؟ وفقاً لمركز مكافحة الأوبئة والوقاية منها بأمريكا، فإن فيروس هانتا هو من عائلة الفيروسات التي تنتشر عبر القوارض وتسبب العديد من الأمراض للأشخاص من حول العالم. يعرف الفيروس في أمريكا بحسب شبكة الأخبار CNN باسم فيروس العالم الجديد، ويسبب ما يسمى بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية. ويعرف الفيروس في أوروبا وآسيا باسم فيروس العالم القديم، ويتسبب بأمراض لها أعراض الحمى والنزيف بالإضافة إلى التسبب بالمتلازمة الكلوية. كيف ينتقل فيروس هانتا؟ إنه لكل نوع من أنواع فيروس هانتا فصيلة معينة من القوارض تحملها، وينتقل إلى الإنسان عبر بول القوارض والمخلفات واللعاب، وبدرجات أقل عبر تعرض الشخص لعضة من قارض يحمل هذا الفيروس، وذلك وفقا لمركز مكافحة الأوبئة والوقاية منها. إن هذا الفيروس ليس جديداً، ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية فإن عدداً من حالات الانتشار سجلت حول العالم، ومنها في بنما في عام 2000 والولايات المتحدة الأمريكية في عام 2012، بالإضافة إلى تسجيل حالات في الأرجنتين في عام 2019. لقد كان أول ظهور لهذا الفيروس حسب تقارير عالمية تم رصد الفيروس في الولايات المتحدة سنة 1993، عندما تفشى مرض تنفسي حاد في بعض المناطق عرف لاحقا بمتلازمة فيروس هانتا الرئوية HPS. ما هي أعراض فيروس هانتا؟ يقول المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا بحسب دويتشي فيليه إن الشكل السائد من المرض غالبا ما يبدأ بحمى مفاجئة تستمر لمدة 3 إلى 4 أيام، مصحوبة بشكاوى مشابهة لأعراض الأنفلونزا مثل ألم في الرأس والعضلات والأطراف، كما قد تظهر أعراض إحمرار الحلق أو السعال أو اختلال في البصر وحساسية في العينين للضوء. يؤكد المركز أن حالات الوفاة بسبب المرض تعتبر شديدة النذر، مبرزا أن أكثر الناس عرضة للإصابة به هم العاملون في الزراعة والغابات والحدائق،
ولا يوصي المركز الألماني بعزل المصابين بسلالة الفيروس لأنهم لا يصيبون الآخرين بالعدوى. وقال خبراء من المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن الأفراد المصابين بفيروس هانتا ستظهر عليهم أعراضا تشمل الحمى والنزيف وتلف في الكلى، وتتراوح فترة حضانة الفيروس عادة ما بين 7 أيام إلى 14 يوما مع ظهور حالات نادرة لأعراض قصيرة قد تصل إلى 4 أيام أو شهرين، وتشمل الأعراض المبكرة الإرهاق والقيء واحمرار الخدين، ويمكن أن تنتقل العدوى إلى البشر من القوارض المصابة بالفيروس سواء كانت برية أو أليفة. الحق أن نحن بصدد حرب عالمية فيروسية. فور الإعلان عن أول حالة وفاة بالصين جراء فيروس هانتا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي وبخاصة موقع تويتر في الشرق والغرب، أما العالم العربي فاستقبل الإعلان عن الفيروس الجديد بسخرية واسعة، واقتبس مغردون عرب مشاهد من الأفلام الكوميدية تظهر الصين بأنها المتسبب الوحيد في فيروسات الكوكب، وذلك على خلفية العادات الغذائية الشعبية الصينية. لقد تساءل الكثير من المغردين على تويتر عن موضوع هذا الفيروس الجديد وسبب خروجه أيضا من الصين بعد اشتعال الحرب التجارية الأمريكية الصينية وتكبيد الاقتصاد الصيني الخسائر من المليارات، وكذلك بدء اشتعال حرب تجارية بين واشنطن والقارة العجوز أوروبا بعد الصين. ويتساءل المغردون هل نحن بالفعل إزاء حرب عالمية جرثومية؟ إن لهذا السؤال وجاهة حقا بالفعل، ولكن يرد بعضهم من رافضي نظرية المؤامرة هل أؤذي نفسي لأؤذي؟ شكرا لك عزيزي المشاهد لمشاهدة هذا الفيديو، إذا أعجبك الفيديو اترك لنا تعليقا، وشكرا لكم.